احنا النهارده موجودين مؤسسه صناع الحياه تحت مظله التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بالتعاون مع القريه الذكيه، بنعبي كراتين رمضان. ده ضمن انشطه صناع الحياه في شهر رمضان الكريم. مفروض ان احنا هنوزع الكراتين الغذائيه على 350 الف مستفيد في مختلف محافظات مصر. كمان هيكون عندنا نشاط خاص بالوجبات الساخنه واللي هي وجبات الفطار، هيكون عندنا 170 الف مستفيد خلال الشهر، بيتم دراسه حالتهم طبعا والتاكد من احتياجهم كل المستفيدين يعني. وعندنا كمان حاجة اسمها الكسوة، ودي بتبقى بالنسبة لنا ختام شهر رمضان، الحاجة الفرحة اللي بنعملها مع المستفيدين، وهي لبس العيد. احنا لبس العيد بنعمله بطريقة معينة، ان احنا بنبعت للمستفيد رسالة على موبايله فيها مبلغ معين، بنكون قبلها تعاقدنا مع مجموعة من المحلات المحيطة بالمنطقة بتاعته، والمستفيد بيروح يتوجه للمحل ده يشتري الملابس بتاعته، بيحس ان هو زيه زي باقي الناس، هو قادر ان هو يختار حاجة لأولاده يفرح بيها في العيد يعني. ده من ضمن انشطتنا لشهر رمضان. الموضوع بدأ عندنا اقبال شديد جدا من الشركات، من المتطوعين، من الجامعات كمان اللي موجوده هنا. الناس كلها حابه ان هي تشارك وانها تكون جزء من فكره صناع الحياه. احنا هدفنا في وجودنا في القريه الذكيه ان احنا نعمل تعبئه لاكثر من 5000 كرتونه. النهارده احنا متواجدين بتعاون مع القريه الذكيه لتعبئه شنط رمضان مع مؤسسه صناع الحياه. شركه فيديكس مش اول مره تساهم في اعمال الخير وتعبئه شنط رمضان، احنا بنشارك برضو مع بنك الطعام، والنهارده جايين قلنا يعني هنجدد السنه دي، وبدل ما بنتعاون مع مؤسسه واحده نتعاون مع اكتر من مؤسسه. احنا النهارده بالشراكه مع القريه الذكيه عاملين زي كامبين او ايفنت، تارجتنا فيه اكتر من 5000 كرتونه هيتوزعوا على اكتر من 350 الف مستفيد حول محافظات مصر كلها. فاحنا الحمد لله قدرنا ان احنا نخلص منهم 2000 كرتونه امبارح، والنهارده ان شاء الله متارجتين ان احنا نخلص 3000 كرتونه.